السيدات والسادة، حضورنا الكريم في هذا الحدث العظيم، على مدار أيام ثلاث اجتمعنا هنا دولة وشعبا وشبابا، وكان الأمل حاضرا معنا، كان الحلم بالمستقبل مقرونا بالفخر بتضحيات الماضي. هنا من أرضنا العزيزة المخضبة بدماء الأبرار من أبناء مصر الأبية الغالية، اجتمعنا كي نتحاور، نتواصل، نتفاعل، نتناقش من أجل رسم لوحة للمستقبل تشمل كل المصريين. ستتزين لوحة الوطن بحماسة الشباب الذين أولتهم الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا وصادقا. كانت فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بمدينة الإسماعيلية مفعمة بالحركة ما بين جلسات نقاشية ونماذج محاكاة ولقاءات مفتوحة. جمعت السيد رئيس الجمهورية بالشباب يتحاور معهم، يستمع لهم ويجيب على استفساراتهم في مشهد يدلل بلا شك على أننا في دولة نابضة بالحيوية تصنع المستقبل وتسعى للوصول إليه بخطى ثابتة وواثقة. وكان إلهام عظمة أرض سيناء وعبقرية قناة السويس قيمة مضافة إلى حالة الزخم التي صنعها المؤتمر. السيدات والسادة، لقد أصبحت مؤتمرات الشباب حالة مصرية خاصة، وباتت نموذجا يحتذى به شكلا وموضوعا، وهكذا مصر دائما لا تفقد قدرتها على صناعة الجديد. فمثلما صنع الأمجاد لها الحضارة وصنع الآباء لها المد والعزة، فعلينا نحن أن نصنع لها المستقبل الذي تستحقه بالجهد والعمل. إننا نتوجه بكل الإعزاز والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على هذا الاهتمام بالشباب وسعة الصدر في التفاعل معهم وهذا الجهد في المشاركة على مدار ساعات اليوم في فعاليات المؤتمر، وكل التحية والتقدير لشباب مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وسيناء الذين شاركوا وأثروا النقاش وعبروا عن أنفسهم بفاعلية وكانوا نبتا صالحا من أرض طيبة تربتها التضحيات وريها دماء الشهداء. الشكر لكل من شارك في هذا المشهد العظيم المصنوع بإخلاص. السيدات والسادة، نشاهد الآن عرضا تقديميا عن نتائج المؤتمر الوطني للشباب الإسماعيلية أبريل 2017 يقدمها مجموعة من الشباب المنظمين للمؤتمر الأول للشباب. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مساء الخير سيادة الرئيس، مساء الخير السادة الحضور، معاكم علياء صالح. احنا وصلنا دلوقتي لختام فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للشباب في محافظة الإسماعيلية احدى مدن القناة البواسل، واللي استضافتنا هي واهلها الكرام خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. مع كل مؤتمر بيتأكد لنا انها فكرة فريدة من نوعها ومنافذة لنا كشباب، نقدر من خلالها نعبر عن كل آرائنا ونشارك المسؤولين في التخطيط لمستقبلنا ومستقبل بلدنا. فمن شرم الشيخ للقاهرة لأسوان والنهاردة في الإسماعيلية، وان شاء الله هنروح كل محافظات مصر. فكرة المؤتمر في تطور مستمر سواء على المستوى التنظيمي أو المشروعات اللي بنناقشها. التنظيمي اللي بنواجه فيه تحديات عشان نوصل لحوار حقيقي وبناء. أما بالنسبة للموضوعات فبنناقش القضايا اللي بتهم كل واحد فينا، وبكده أصبح المؤتمر صوت لأي مصري عايز يشارك بجد في البناء، وده من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
وكمان أصبح المؤتمر بيمثل فرصة للبحث عن النماذج المشرفة في مجتمعنا، زي أبائنا الأبطال اللي شرفونا في أول يوم، وكمان إخواتنا اللي بيشرفونا بإبداعاتهم جوه مصر وبره مصر. مع كل اللي فات ده كنا مصرين إننا ما ننهيش المؤتمر إلا بتوصيات وقرارات محددة تكون نتيجة لنقاشاتنا ومقترحاتنا. أحمد عصام، شهد مؤتمرنا في الإسماعيلية 6 جلسات عمل شارك فيها 1200 شاب وشابة من كل المحافظات، و200 مدعو من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب وشخصيات عامة وخبراء، ووصل عدد ساعات العمل والمناقشات ل 20 ساعة عمل. المؤتمر المرة دي كان مختلف وأكثر جرأة في الموضوعات والمناقشات. اتكلمنا عن حقيقة الوضع الاقتصادي والتحديات اللي بنواجهها ومشكلة ارتفاع الأسعار ورؤيتنا لتنمية محور قناة السويس والصورة الحالية للدعم، وعرض مقترحات عن مكافحة ظاهرة الغارمات من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني. وكمان شهد المؤتمر شكل جديد لتواصل الشباب مع السيد الرئيس من خلال مبادرة اسأل الرئيس، اللي خلقت وسيلة جديدة للشباب اللي ما يقدروش يحضروا المؤتمر انهم يشاركوا فيه ويسألوا ويستفسروا مباشرة من السيد الرئيس عن الحاجات التي تهمهم دون قيود. وفي الجلسة جاوب الرئيس بكل شفافية ومصداقية على أسئلة بعض الشباب والمواطنين، واللي لقت ردود أفعال محلية ودولية كبيرة. وبالرغم من إغلاق تلقي الأسئلة مع بداية إطلاق المؤتمر، إلى أننا هنفضل مستمرين في تجميع أسئلتكم اللي بتبعتوها على الموقع الإلكتروني لمؤتمر الشباب، ونسلمها للسيد الرئيس عشان يجاوبنا عليها خلال المؤتمر الجاي. خالد رفاعي، احنا كمان حبينا نطور فكرة الحوار بحيث انه ما يكونش بس مقتصر على الحوار الداخلي، وعشان كده احنا قدمنا الدعوة للشباب العربي والافريقي وشباب العالم انه يشاركونا في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب السنوي القادم، عشان نتناقش سوا في قضايا وموضوعات اقليمية ودولية. ولان المؤتمر مش موضوعات ومناقشات وبس، شهد المؤتمر مجموعة من الفعاليات الهامة زي لقاء السيد الرئيس مع عواقل وشيوخ وشباب محافظات القناة وسيناء، وعرض الشباب من خلال هذا اللقاء العديد من مشكلاتهم واقتراحاتهم، واستجاب السيد الرئيس على الفور لبعض مطالب الشباب، فوجه على الفور بقيام صندوق تحيا مصر بالعمل على رفع كفاءة معامل كلية الهندسة جامعة السويس، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة نسب التلوث في مدينة السويس واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشهر. وتفقد الرئيس مع الشباب سير العمل في مشروع تنفيذ أنفاق قناة السويس، ودي كانت فرصة قوية وعظيمة لشباب مصر ان هم يقدروا يشوفوا حجم التحديات والانجازات اللي بتحصل على ارض الواقع على ارض مصر. وكمان تفقد السيد الرئيس سير العمل في مدينة الاسماعيلية الجديدة مع مجموعة اخرى من الشباب، وحابين دلوقتي ان احنا نسترجع ذكرياتنا وفعاليات المؤتمر معاكم. العربية افتتاح المؤتمر الوطني الدولي للشباب الإسماعيلية الجنوب 2017. I'm
بكل شبابها وحماسها ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مارينا عدلي، وأخيرا توصيات مؤتمرنا. نتيجة لحرب المناقشات والأفكار اللي تم طرحها خلال جلسات المؤتمر المختلفة، قدرنا نوصل لتوصيات مهمة، وهي إعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة. تكوين مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب. إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقليل أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة بتواجه صعوبة في استخراج التراخيص. وأيضاً تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية اللي قاموا بعرض محاكاة الاقتصاد المصري، مجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط وعرض النتائج في مؤتمرات الشباب دوريا. كمان دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير. تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي. ميكانة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي. وأخيرا البدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة السيد رئيس الجمهورية. وزي ما بنقول كل مرة، دي مجرد البداية، مستمرين في تحقيق أحلامنا. شكرا لحضرتك. وكما تعودنا في مؤتمرات الشباب، يتم الآن تكريم مجموعة من الشباب المتميزين والمبدعين في المجالات المختلفة، ولكن نشاهد الآن هذا العرض. اسمي محمود السيد لمين، مواليد محافظة بورسعيد. في 2015 فكرت ان اقدم مشروع يقدر يواجه الناس ثقافيا او يفيدهم بجانب الثقافة والمعرفة. فكرنا في فكرة ان يكون المنفذ او مكان الخدمة كشك. كشك من الاكشاك المنتشرة في شوارعنا، بتقدم وجبة خفيفة للمواطن بداية من السناكس للمشروبات. لكن الكشك علينا هيقدم وجبة مختلفة، الوجبة ديت وجبة ثقافية موجهة للعقل. رعيت في التصميم بتاع الكشك انه يكون في حداثة معمارية وفي نفس الوقت يراعي هندسة المدينة المعمارية. خلال الست شهور في الأول طبعا ده كان صعب، كان صعب جدا كمان، لكن تغلبنا عدد اللي احنا مؤمنين بالفكرة ومصممين اللي احنا نكمل فيها. الاستمرارية مع ربح قليل متدني، بس في مانع عندنا التام اللي احنا نستمر في تقديم الخدمة، ده يخلينا مستمرين حتى لو انعدم الربح تماما. الهدف عندنا نشر الثقافة، وده اللي احنا نقدمه واحنا فخورين بيه. عشان كده طموحين اللي احنا نفضل منتشرين. مصر طول عمرها كانت بتقدم نماذج مختلفة للعالم. الحضارة عندنا لو جينا ركزنا فيها هنلاقي في كل مجال، في الجانب الهندسي، الجانب الفني، الجانب العلمي، احنا بقى طموحين بيه. كفاية نقول كنا عايزين نبقى مستمرين. مستمرين ازاي؟ ده اللي احنا طموحين بيه. هنقدم الكتاب، هنقدم الرواية، هنقدم القصة للطفل الصغير. الأهم اللي احنا نوفر له المناخ اللي يقدر من خلاله يقدم حاجة جديدة. أحمد رياض، صحفي بجريدة المصري اليوم من ذوي الاحتياجات البصرية. تجربة صحفية يعني فريدة من نوعها، وهي مجلة لذوي الاحتياجات البصرية. الفكرة دي بدأ معانا من فترة طويلة جدا، يمكن من 2008، وسعى عليها يعني عدد كبير، وكان متبنيها عزاز أحمد المراغي، ولف كتير جدا على كذا رئيس مجلس إدارة بحيث أنهم يتبنوا هذه الفكرة، فكانت دايما بتقابل بمشاكل التمويل، إلى أن وجدنا الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق حاليا اللي وافق فعلا
على ان المجله دي تظهر للنور، وبالفعل اخذت ترخيص من المجلس الاعلى للصحافه واصبح لها هيكل مالي واداري مستقل لتظهر اول مجله للمكفوفين في مصر وفي الوطن العربي، وهي مجله الاخبار برايل. هو مشروع ثقافي داخل مصر ينشر الثقافه والوعي ومسيره الدوله والتنميه في كافة المجتمع والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمتد أصل أيضا لبعد مصر الحضاري خارج نطاق الحدود المصرية بهذا الشكل. عشان المشروع ده يكمل ويخاطب كل ذوي احتياجات خاصة في البلد ويقدر فعلا يتسع، محتاجين تضافر جميع المجهودات معانا، لأن في الحقيقة احنا بنواجه صعوبات كتيرة جدا. من أول الطباعة، عندنا طباعة برايل بتبقى مكلفة بشكل كبير، من أول التوزيع. ففي الحقيقة بندعو جميع الجهات ان لا في حد يقدر يدعم معانا بشكل ثقافي اجتماعي، بشكل يعني بكل انواع الدعم المعنوي، وفي توعية كافة فئات المجتمع ثقافيا وفنيا وفي كل المجالات. إيرين سامي فهيم، أستاذ مساعد هندسة صناعية جامعة النيل. المشروع اللي احنا بنشتغل عليه عبارة عن تصنيع أكياس بلاستيك من مواد طبيعية قابلة للتحلل. المشروع ده تعاون مشترك بين جامعة نوتنغهام وجامعة النيل. بتتم بعض الأبحاث في جامعة نوتنغهام الخاصة بالاختبارات للأغلفة، ويتم تصنيع الأغلفة في جامعة النيل. حاليا نسبة المخلفات البلاستيكية 20 مليون طن في ازدياد 4% سنويا. للأسف 65% من المخلفات بيتم إعادة تدويرها والباقي بيتراكم، فإحنا بنحاول نحل المشكلة دي بتحويل الخمامة إلى مادة أمنة مفيدة نقدر نستخدمها في صناعة الأكياس البلاستيك. إحنا مبسوطين لأن إحنا بنحاول نحل بعض مشاكل المجتمع من خلال أبحاثنا. الموضوع بيبتدي في فكرة بنجري وراها بالأبحاث لحد ما نوصل للي إحنا عايزينه بإرادتنا. مقدم أركان حرب ومقاتل محمد علي رحاب، بخدم في شمال سيناء. اتصبت مرتين الحمد لله، بعد الإصابة الأولانية رجعت العمل والحمد لله ربنا شرفني طبعا بالإصابة تاني. لو صبت تالت ورابع هرجع. في مداهنة في أحد الأماكن الموجودة في شمال سيناء، في عربية من العربيات اللي معانا في المداهنة بتاعت القوات الخاصة يعني انفجرت فيها عبوة، أدت الاستشهاد الناس اللي موجودة كلهم وعددهم أربعة، وفي بين ان واحد من الاربعة جندي مقاتل من الاربعة كان قاعد على البرج ان هو مازال لسه عايش، يعني مجرد ما فاق وبدأ يستوعب ان احنا بننقله وان هو اتصاب، بص لرجله شاف ان رجله طبعا مبتورة. فوجئنا بحاجة غريبة جدا رغم الألم ورغم أي حاجة، ان بهذا فجأة كبر عادي يقول الله أكبر الله أكبر، فداك رجلي يا مصر فداك رجلي يا مصر. أنا أسرتي ما كانتش تعرف ان انا في شمال سيناء، وقعدت فترة طويلة هم فاكرين ان انا في الإسماعيلية، ما عارفوش ان انا متواجد هناك الا لما حصل إصابتي الأولانية. قلت لهم القوات المسلحة ده دورها، وده اليوم اللي احنا كلنا كنا بنحلم بيه عشان نقف جنب بلدنا. زوجتي كان ليها مقولة كانت دايما تقول لي انت بتحب شغلك اكتر مننا. قلت لها طبعا اطلاقا انا هستعيد الكلام المظبوط اللي انا عايز اقوله، انا بحب مصر اكتر منكم. النهارده بقى في مؤتمر شهري للشباب، استغل الفرصه دي ابني نفسك. عايز اقول لك ان انت النهارده مطلوب ان انت تنمي نفسك وتنمي مهاراتك، لان في واحد شاب زيك برضو بيدفع حياته تمن ان مصر تبقى احسن، يعني وهو مبتسم تماما. احنا بنقول لرجالتنا هناك في شمال سيناء مصطلح كده احب الناس تعرفه دايما، نقول نجود بأفضل وأشجع الرجال نادي مصر. مؤمن عبد الرحمن، عندي 13 سنة. أنا بدأت إن أنا شفت بوست على الفيس، كانت إيفنت باسم مختلع صغير، كانت بتعلن عنه جامعة شف العلوم أو سيلف ديسكفري. رحت اتعلمت فيه الإلكترونيات كلها وتعلمت البرمجة، وقابلت التيم اللي انا كونته اللي هو 5 افراد. بدانا نشوف ايه المشاكل كانت بتواجهنا حوالين الالغام في الصحراء الغربيه نفسها. عملنا روبوت، الروبوت ده بيمشي لوحده وبيقدر ان هو يكشف كل الالغام اللي في الارض ويعمل بناء عشان اي جندي يقدر يمشي في الصحراء لوحده ويقدر ان هو يكشف كل الالغام في 10 دقائق، وده كان رقم قياسي. وعامل دايره كشف الظلام ودايره انذار ودايره اقتراب شخص ما. جاتلي الفكره ان انا شفت كذا حاجه في البيئه ما كانتش عجباني، فبدات ان انا اعمل سلسله من الكرتون متتاليه بتبدا انها تحل، تعرض مشكله الاول، بعد كده ندي لها حلول،
واخدت فيها مركز اول على مستوى الجمهوريه. وفعلا كان يوم المسابقه اتضح لي ان في واحد جاي من امريكا بيحاول ان هو يعدل نظام التعليم بنفس النظام اللي انا اشتغلت بيه. نقيب عمر رمضان، امن مركز العريش. كنت مكلف انا مجموعه من المجندين بمأموريه، وكان في العسكري هشام واقف على برج المراقبه وهو بيعمل عمليه مراقبه، خد طلق قناصه في رجله، فانا كنت واقف تحت الخدمه، فربنا قواني واستعنت بالله ان انا اطلع اجيبه، وانا بجيبه خدت طلق قناصه في كتفي. الحمد لله رب العالمين قدرت اشيله وانزل بيه على السلم بتاع البرج، ونزلت ووديته لغايه الاسعاف. احسن لحظه عدت عليا في حياتي بعد التعامل ده ان انا كنت في غرفه المستشفى وكان معايا والدي ووالدتي، والعسكري هشام هو كان لسه متصاب قبليها بيوم، جالي بعكاز هو والده ووالدته وشكروني قدام اهلي، ودي كانت عندي احسن حاجه عدت عليا في حياتي كلها. بعد الاصابه رجعت العريش عشان اخد حق البلد وحق اخواتي. الشهداء اللي استشهدوا في العريش كظباط وكافراد وكعساكر بنتخانق على حمايه العمليات، ولما ظابط او فرد او عسكري بيتصابوا او بيستشهدوا ده بيزودنا اصرار وعزيمه ان احنا ناخد حقهم. احب اوصل رساله لكل شباب، ثق بقدراتك وبنفسك، وان انت في يوم هتبقى حاجه كويسه جدا واحسن ناس طلعوا من بلدنا دي. ولو احنا كل واحد ركز في شغله وفي عمله البلد دي هتبقى احسن حال في الدنيا كلها. حلمي ان احنا نصف الارهاب في البلد كلها، مصر تفضل بلد الامن والامان ان شاء الله باذن الله. دكتور سنان فلوس وانت عيادك مدير الشروط وبعمل ماجستير في تكتبات الثابتة وكمان في المستقبل. ثم تحس ان المجتمع واعتقد على خاطر ربنا حيرحمني هل في مواقف كارثة، فما اتعلمت بعض ان لما احس الموقف صعب ما ينكسرش ابدا، والمواقف صعبة تخلي الواحد اقوى. اي حد يحبطك وانت بتحاول يضايقك يلقيت اقوى تعمله، وفي الاخر بتمشي بخليك وحقك كبير، فبتحس بوقتها بتعقد نفسك ان انت قادر تعمل اي حاجه ما عندكش هدف ما مش تهيئ. وانا صغيره بابا كان بيتمنى هتحط لي الكاميرا او بكره اي حاجه سهله ما بيش صعب عليا، بس دخلت اسنان دخلت حاجه صعبه متخرجت مني، ودلوقتي لما كنت عندي امتحان بابا بيقول لي تلعبي ما عندكش هدف ما مش تهيئ. وقتها حسيت باحلى لحظه لما شفت تحت بعين بابايا كل حاجه بتحسب حياتي الله حاجه وقت ما عملت الولاد ربنا ربنا كان حياتي وكان حد بيساعدني. ماما وبابا دول احلى نعمه عندي اقول دول اقتنعت باطماعي وحياتي. كنت حتى كل يوم يسحب حتى كل يوم حلم كبير وحدث كبير، وحتى لو حلمهم حاسين بصعوبات في الطريق ما يخافوش ابدا توقفهم واخذ الموضوع تحدي. والآن فليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم الشباب المبدعين.